ويسألونك عن أخبار اليمن، قل قتل وتجويع ومرض ودمار وخراب. ويسألونك ماذا بعد، قل هو شعب لا يقنط، واحكي لهم ماذا يدور في تعز، قل إن صبرها انفض وإن حناجر أبنائها صدحت، هذا فراق بيني وبينكم ولا عذر لكم اليوم. تلك رسالة أبناء المدينة الذين احتشدوا اليوم في شوارعها المدمرة ليقولوا للعالم ما الذي نابهم من انقلاب ميليشيا الحوثي أولاً ومن تدخل السعودية والإمارات في بلدهم ثانياً. نحن نحمل التحالف هذا الوضع نتيجة لأنه دخل التحالف الدولار 215، اليوم الدولار 820 ريال. يجب على التحالف أن يتحمل مسؤوليته الكاملة كوننا تحت الوصاية، فيجب أن يتحمل كما تحملت تركيا الوضع السوري للنازحين السوريين، قامت بكفالة 3 مليون سوري، ونحن نطلب من التحالف أن يتكفل بالشعب اليمني. نقول للتحالف أتيت لنصرة اليمن وليس لإنهاء اقتصاد اليمن، وخرجنا من ضمن ثورة الجياع، لكي نقول للتحالف يا إما أن تصلح البلاد أو ترحلوا. تروى الكثير من القصص عن ممارسة الاستعمار لسياسة التجويع على الشعوب، لكن ذلك أصبح غابرا ولا مكان له إلا في كتب التاريخ. أما في اليمن فهو واقع وماثر للعيان على امتداد الجغرافيا اليمنية من البحر إلى البحر. لا بنك مركزي، لا حكومة، لا شرعية، لا تعرف. التعرف هذا يدمرنا، التعرف هذا يدمرنا، ما يحررنا. أين التحرير؟ أين التحرير؟ أين الحكومة؟ لماذا تأكل قوت الشعب؟ ربما في المخيال الإنساني الحديث لا يتصور أن أحدا يموت جوعا وأن طفلا يموت كل 10 دقائق جراء افتقاره للعناية الطبية في وقت أمن فيه العالم على حياة شعوبه وراح يبحث لها عن حياة جديدة ومختلفة. لكن في الواقع إن شعبا بأكمله تمارس عليه سياسة التجويع من أعداء الداخل والخارج، بينما الضمير العالمي يتعامل معه كورقة تفاوض ومساومة لتحقيق مكاسب في خانة الكماليات، ولا أقسى من أن يموت أحد في سبيل رفاهية آخر. إنها طعنة في صميم العدالة وعار في جبين الإنسانية جمعاً.